مرحبا سلمى. أهلين سامح، شبك؟ كأنك شايل هموم الدنيا كلها. ما بعرف يا أختي، صار لي أكثر من نص ساعة عم بفتي بهالشوارع. طيب تفضل ارتاح، تفضل. خير؟ شو بك يا ابن نبيل؟ شايف يا حكيم؟ شايف شو كاتب ياسر جنب قصيدة نبيلة؟ يا سيدي كاتب لي قصة عمال يطلب فيها ايد نبيلة مني. هذا ياسر فهيم وذكي. طب ليش قاعدين هون يا جماعة؟ قوموا لنقعد جوا. هون قهوة شوي. أنا مضطر أشرب القهوة وروح زور أسعد. يسلموا يا حكيم. الله يسلمك. شو ما غليت لك قهوة؟ شو؟ لا ما جاي عبالي، قبل شوي شربت. حدا بحب يشرب ماء؟ صحة وهنا. صح. يا ظريف الطول وقفت أقول لك رايح على الغربة بلادك أحسن لك. يا ظريف الطول يا عين الهنا خليك بأرضك أرضك الغنى. يا ظريف الطول وقفت أقول لك رايح على الغربة بلادك أحسن لك. أنا كيف بدي أتصرف؟ وين حكيك القديم أنا جاهز لكل شيء وما بعرف شو؟ اتصرف بطريقتك، معك 12 ساعة وبعد هيك نحن منتصرف معرفتنا. حاول تشرب، حاول. كيف ولا بابا؟ عم يتحسن الحمد لله. كتر خيرك يا حكيم. خير الله. كيفك يا أسعد؟ منيح إن شاء الله؟ بدي تشد حالك شوية، بدنا همك. ماشي؟ الحمد لله. وأنت يا منال، ديري بالك علي بابا. بعيوني بابا. تسلم. الله يرضى عليكم. أبو ماهر شفت وشك تعبان، اشرب هالخلطة، اشربها ولو كانت مرة، تنعش وبتفيد. شكرا حكيم. سلام عليك.
حبيبي انا رايحه لعند منال، بدك منا شيء؟ شو بدي يعني منال خانم؟ بعدين مش من خلقتي، ما بدي منك شيء ولا من منال خانم، روحي اتركيني بحالي. وصلتك رسالتي؟ يلي بالجريدة؟ بحبك. وأنا كمان. بطلت أنزل عالشام؟ لا، ما قلت لي إنه عم يستنوك؟ جيب لك شي معي؟ ما بدي غير سلامتك. عن قريب كتير، حننزل عالشام سوا. بابا تعبان كتير، رح يفرط. حاول تشوف شبه وتساعده. وأنا مين بده يساعدني؟ أنا رح جن. ماهر شبك؟ شو صاير عليك؟ ما في شيء، تركيني بحالي. فعلا صار بدها قهوة بعد هالجولة الطويلة. تفضل. يسلموا هالإيدين. ما قلت لي شو؟ عجبك المهندس؟ ايه ما بو شي ظريف. شو هاي ما بو شي ظريف؟ مهندس بياخد العقل. ايه ما في مانع، بس شو بدي لك أخي ياسير؟ نحن بكرة بس نهينا أمورنا، أنا لازم سافر. شو تسافر ما تسافر هاي؟ على أساس حبيتها للمنطقة بدك تقعد فيها وتسكن فيها ومدري شلون؟ ايه حبيتها، بس يعني بدي ألحق شغلي وناسي وأهلي. لا أخي، بدك تضل حتى تحضر عرس عمتي والحكيم شبنا. كل بينادولي يا حكيم، بس منك بحب اسمع اسمي. آخ يا عبد الغني، كأنك عم تنسى. بحس أحياناً إنه ذاكرتنا مثل الغربال، والعمر مي وعم تمشي. لا تحكي بالحزن، وخاصة اليوم. اليوم صحيح، اليوم، بس ما بعرف إذا كان هو أول العمر ولا آخر، ولا ما عاد ينفع السؤال. طول عمرنا منجي متأخرين. سلمى، نحن نسيانين حالنا بالعشاء. أنا بدي روح شوف وجيه مشان ننزل على الشام. وليش الشام؟ ما بدنا جبنا شوية أغراض يعني؟ ما بدنا شي، بكفي نحن. هلأ نحن وشوية أغراض ما ينفع. طيب مثل ما بدك، تفضل القهوة. بعد ما نشرب القهوة انت بتجهزي حالك وانا بروح لعند وجهي. خلدون، شو رأيك؟ بشو امي؟ يعني بقصة منى، أنا حاسة إنه قلبك ما طاوعك فيها. خلينا ننادي للحكيم ونروح نخطب لك إياها رسمي بقى ونخلص. أمي الحكيم ماله فضيلنا، اليوم عرسه على سلمى.
طول عمري كنت حس بالخجل من حالي، حس بفراغ وشي مثل الضياع، ما كنت عارفان شو يلي بدي اياه بالضبط. من زمان وبعد البكالوريا كنت حس برغبة دراسة الفرع بالجامعة، بس المشكلة اني ما كنت اعرف انه مو هذا يلي بدي اياه لحتى اخسر سنة. ليش عم تبتسم؟ ما عجبك حكي؟ لا بالعكس، بس انا عم فكر بشي بخطة. قولي. عم اسمع، حاب اسمعك عم تحكي. كنت عم فكر انه لو اهلي بعتوني ادرس بالجامعة كنت كمان انا قدرت جرب. ابتسم لانه انا من اصله ما قدرت اروح الشام. شو كنتي حابة تدرسي بالجامعة لو رحتي؟ انت بانجليزي لو رحت. طب ليش انجليزي بالذات؟ ليش مثلا مو ادب عربي؟ معك حق، الادب الانجليزي اختصاص صعب كتير، بس يعني الواحد اذا بده اي شيء بالدنيا اذا صمم بيوصل له. بعدين هذا العالم نحن بنعرفه منيح وعايشينه، بس يا ترى شو بنعرف عن العالم التاني؟ ومثل ما بيقول المثل، اذا بدك تعرف قوم لازم تعرف لسانه. بتعرفي انا اهم شيء خلاني اجي لهون وهالشي هذا قلته للحكيم، بعد سفرتي لاسبانيا حسيت انه مو قدرانين نشوف حالنا من جوا منيح، كانه لازم نشوف الاخر لنقدر نشوف اكثر. مشان هيك حسيت لاول مره اني بلامس شيء من الصح. اكتشفت شيء، اكتشفت ضيعتي نفسي. حسيت اني لازم مر بكل هالخسارات هي حتى اصل لهذا الشيء. خسارات؟ وليش لا تسميها خسارات؟ ليش ما تقول عنها تجارب؟ وهي اللي وصلتك لمعرفة الشيء اللي عم تحكي عنه. يا الله لك خفي شوي، حاسس قلبي عم بيطير جوا من الفرح. حاسس قديش انا ذكي لاني تعرفت عليكي. لك حكيك حلو وتفكيرك بياخد العقل. ليش هاي النظره اللي بتفترض انه البنت تفكيرها محدود او ما بتفهم؟ بعدين ليش لحتى تنبسط كتير؟ انا ما حكيت شي غريب، عم بحكي الشي اللي لازم يحكيه اي واحد او وحده. يا ستي انا ما رح دافع، بس انا ما هيك قصدت. مو لانك بنت انا انبسطت، ممكن يكون نفس الشيء مع شاب بعمرك. لك انا انبسطت لانه هي اللي بحبها، بحبها يلي رح تصير ام اولادي، ام اولادنا، اللي فرحني اكثر واكثر. اني لاول مره بحس اني انا بحب. تعرفت على بنات بالجامعه بالحاره، كنا نروح ونجي، بس كنت رح جن. لك ما عم حب، كنت خايف انه احساسي تبلد وما عندي مشاعر. قول بيني وبين حالي لك شو عم بيصير. حتى اكتشفت اني ما كنت عملتيه بنبيلة. بس يا ترى لو التقينا بالزمن اللي عم تحكي عنه كنا قدرنا نحب؟ لا تجاوب، لانه اكيد لا. كان لازم تمر بكل هاي التجارب، يمضى كل هذا الزمن حتى نلتقي. Thank you.
أهلين أبو نعمة، كيفك؟ شو طمني، بدك الأرض ولا لا؟ بلا بدي بيعها كلها. كلها إيه؟ أنا موافق، بدي حقها كاش. إيه كاش؟ ما بقدر غير كاش، لأنه شو عم تحكي؟ بالتقسيط ما بيمشي الحال، بدي. طيب أنت قدر وضعي كمان، أنا كتير محتاجهم هلا بهذا الوقت، لو ما محتاج ما ببيع أصلاً. أنا لو بدي بيع بالتقسيط في ألف واحد بيشتريهم. طيب كامل المبلغ؟ دبر راسك ما بعرف. كامل المبلغ اليوم المساء الساعة 10 على بركة الله. على 10 أكيد. لا لا ما بتأخر عليك، الله معك. أهلين بابا. بابا أنا، أنت ليش مو بالحفلة؟ شو صار؟ خير؟ في شيء؟ رد علي بابا، شو في؟ شو القصة؟ أنا ما قدرت أرجع لأنه كنت كثير مشغول، بس يعني شو في؟ خير؟ تعبان شيء؟ أنا بكره بروح ببارك لي لعمتي، بس طمني أنت شو القصة؟ شو في؟ باخذك عند الدكتور؟ رد علي جيبه، أنا حروح جيبه وأرجع. لشو الدكتور يا سيد ماهر؟ لشو؟ لسه فيها دكاترة وطب وأدوية؟ ما كل الأمور عندك بإيدك. ما فهمت. بابا كنت عم تسمعني على التليفون؟ أنا مضطر. أنا مضطر أعمل هيك بيع سوري يعني مشان المسائل ما تفلت، لأنه حاسة قربت. شو هي اللي قربت؟ بدك تضحك علي ولك ماهر؟ بدك تضحك على ابوك؟ ابوك اللي بيعرف كل شيء عم يدور براسك؟ تلفيف مخك شايفها مثل ما انا شايفك قدامي. بقى جاي تضحك علي؟ انا مضطر. مضطر؟ على شو مضطر؟ مضطر تبيعني وانا اللي عملت كل هالشيء مشانك؟ بعت الدنيا، بعت عيلتي، بعت امك واخواتك، بعت عمك واولاد عمك وعمتك، وعملت اللي ما بينعمل مشان سجل الارض كلها باسمك وتبقى لك وحدك وتضل الارض شقفه وحده، وجاي تقول لي مضطر؟ مضطر؟ مضطر تبيع ابوك؟ ابوك يلي ضحى بكل شيء مشانك، ضحى بسمعته ومستقبله ومستقبل العيله كلها، واكل حقوق الناس بس مشان يرضيك، وجاي تقول لي مضطر؟ لك طلع جواتك، يا ترى بتشوف شيء؟ طمع عماك ما عاد خلاك تعرف الصح من الغلط، لكن أنا اللي عم شوف كل شيء. كل ما بتطلع فيك يا ماهر برجع 30 سنة لورا وبتذكر وين أنا كنت رايح، وين أنت هلا عم تروح. بابا تزعل إذا بقلك إني بعرف منيح لوين أنا رايح، وحاس منيح وشايف كتير لقدام. لا والله، لا والله مالك شايف شي يا ماهر. ولا تزعل إذا قلت لك إنه الأعمى بيشوف أكتر منك. أنت ما رح تقدر تشوف المشكلة مثل ما لي أنا شايفها إلا إذا تبادلنا المواقع. اللي برا ما بيشوف لجوا أبدا، واللي جوا بحياته ما بيشوف شو في برا. على كل شو بدنا بكل هالحكي هلا؟ أنا ما رح ناقشك، لكن شيء واحد رح أقول لك إياه وهو اللي لازم يصير. الحق لازم يرجع لأصحابه، شئت أم أبيت. عمتك ولاد عمك وأخواتك وأمك. وحقي، وحقي أنا بتاخده مثل أي واحد فيهم. بس من حقي الأرض اللي مسجلة باسمي. أنت هيك شايف الحق؟ أبا أنت أعطيتني إياه، وصار من حقي أتصرف فيه مثل ما أنا مخطط. أنا اللي أعطيتك إياه، وأنا اللي رح أخده. كان بحق لك تاخده قبل ما تعطيني إياه، مو هلا. الحق مو دائما هو اللي أنت بتشوفه بعيونك وبس يا ماهر. لما رحت حاسب أخي هاشم كنت مفكر حالي صاحب حق، قام حقي قتله. بس أنت حسيت هيك يا بابا،
لأنك بالأصل مو مقتنع بحقك. هلأ لا بدي لا جادلك ولا تجادلني، الحق بده يرجع لأصحابه مثل ما عم قلك. بابا أنا وياك مو مختلفين، الفرق بيني وبينك إنه أنت تعبان ولازم تروح تنام، وبكرة نحكي. روحنا بابا. روح نام يا كلب. أنا لساتني قوي ولازم تفهم هالشي، أنا اللي عطيت وأنا اللي باخد. على راسي يا أبو ماهر، أنت بتمون، أنت اللي عطيت وأنت اللي بتاخد. الو، ايه انا وين؟ الواد الغربي؟ طيب ماشي، لقيتكم معكم. في شي؟ مالك طبيعي اليوم بالمرة؟ ليش في شي طبيعي بهالدنيا؟ تركيني، تركيني لحالي شوي. قلت لك تركيني؟ وحيد انت روح على البيت، انا هلا ما بدي اياك، وقت بدي اياك بنادي لك. مسكين على هالموتة، لك دعوسوه بالسيارات دعوة سيرقينه رق، مو معروف وشه من قفاه، ولك ورموه بالوادي كمان. لعمة معقولة هالدنيا هي؟ غريب. ولك شبك عم تهز براسك، انا بحكي وبلت انت بتهز براسك. بس تعرف الكابتن حسين، لازم نظبط امورنا تمام ونعرف كيف يجيب بضاعة للدكان بعد وفاة ماهر. حبيبتي شو بكي؟ ليش عم تبكي؟ أكيد في شي. بتعرفي شي؟ سامعة؟ سامعة شي؟ احكي لي ماما. لا بس قلبي قاطعني وحاسة إنه في شي فظيع بده يصير. بس شو هو؟ ما بعرف. يا حرام يا أبي، يا حرام. الله يعين أمه وقاعدة وما لها عرفانة شي. موتوه لماهر الخليل على المسكوك، غرقوه بالنهر. ويا ابني شو منظر، شو منظر منفوخ هيك هيك قالب مثل الطبل. لك شبك لك ابني؟ هذا اخوها لمن امي، هلا بتكون رح تطق عليه.
بيقولوا ساحبينه قدام عيون أمه وأبوه وبالخناجر شرحوا. شفت يا أبو نبيل؟ الله أنت أمننا من هال... سمير، سمير تشمتش بالموت يا سمير. روح اطلع بالمراية وشوف لون وجهك. الواجب هلقيت نوقف جنب سامح. حاجة تبكي، إن شاء الله حاجة تبكي. صدقيني أنا ما قتلته. لك افتحي الباب، والله أنا ما دخلني. لك والله أنا ما دخلني منال، أنا ما دخلني. ما قتلته بابا، ما قتلته أنا، ما قتلته؟ قتلته؟ كنت خجلان انك تقول انضفت ولبست غير ثوب، ولا احنا اللي ما سمعنا اشي؟
انت اللي استعجلت ولا احنا اللي تاخرنا؟ تاخرنا كتير يا سامح. كنت عارف، انا بعرف انك كنت توجع، بس قلت لحالي خلي ناره تطهر اكتر واكتر، بس مش هيك، مش هيك يا سامح، مش هيك. ليش؟ ليش يا سامح؟ ولا مثل ما بتقول سلمى، رجال الخليل لما بيصحوا بيموتوا، حصرتي عليك، حصرتي عليك، صابك مثل نجمة الصبح تطلع بآخر الليل مشان تضوي، بيقوم النهار بيستعجل وبيبلع. سامحني يا سامح، سامحني يا اخوي، اذا قدرت سامحني، سامحني، سامحني. شكر تعاونك ويعطيك الف عافيه. انا شو بيستجيد معي بلغكم فورا، وانا بانتظار اخبارك. انا بالخدمه سيدي. سيدي سامح الخيري مات سيدي. لا حول ولا قوه الا بالله. كيف مات؟ اشتري اللي بدك اياه وانا جاهز. مصاري لازم تشد وجهي. يا ريت تنهي مكالمتك بسرعة، في مشوار ضروري بدنا نروح أنا وياك. ليش؟ مين حضرتك؟ أنا النقيب وسام الأمن الجنائي. تفضل معي وبدون شوشرة إذا سمحت. ارجع لك، لا تخافي. ليش عم تحكي معي هالحكي؟ عم طمنك. فوتوا لجوا بلا حكي ما له طعمه. يلا حلوه. يفتكروا اني انا اللي صدته. يفتكروا منال راحت وتركتني. لا إيه، انا شو بدي اقعد اعمل يعني؟ شو بدي اقعد اعمل انا؟ لازم ارد ارجع لم الفخاخ. الفخاخ شو دخلهم؟ فخاخي هذول، هذول فخاخي انا. اخي سلمى يا اميار اهدي شوي، اهدي. كيف بدك يعني اهدى بعد كل هالعمر؟ عشرين سنة انتظار، عشتهم بخوف وقلق، عشتهم بكل تفاصيلهم اللي بتقتل،
لما اجيت لادخل باول الفرح اجتني 100 ضربة لتقلي وقفي. حكومة بالحزن والعذاب، حاسة انه فرحتي هي اللي قتلت اخوتي، هي اللي قتلت كل شي في الوان بالدنيا. قبل 20 سنة بينقتل ابن عمك قبل ما نتجوز وبتسافر، وبعد 20 سنة صباحية تعرسي يصبحوني بجستين. أنا شو عامل لحتى يصير فيه؟ سلمى، سلمى اسمعيني كلمتين وبس. احنا دفعنا الضريبة من زمان، مشان هيك مانا بحاجة لسقط 15 سنة حتى نرجع نفتح. خليكي معي بالأيام الباقي نعيشها بهدوء مثل المي اللي بتجري بالسائل، مثل الغيمة لما بتنزل مطر، مثل الوردة لما بتفتح. حاولي حاولي يا سلمى. نعيش بعد كل هذا الموت كيف؟ مثل ما صدرك عم يتنفس وقلبك عم يدق، مثل الحياة باستمرار. بس الحقيقة مختلفة، مختلفة كتير. سلمى حاولي، لازم تحاولي، وبعدين قولي لي ما بقدر. رح ساوي لك كاسة زورات. هلا اصحي، شبكي بدك تقضيها نوم؟ يا ياسر اتركني كمان ساعة. لك صار لك 20 يوم نايمة، مخك بده سنة ليصحى. نوم نوم وبعدين؟ شو بدي أعمل يعني؟ حاسة أحسن شي بهالحياة النوم. ماشي نمنا وبعدين؟ بعدين؟ هذا سؤال ولا جواب؟ بعد لي خليني أغسل وشي ونروح لعند عمتك. أول مرة بشوفك ضعيفة. هلا الخليل ضايعة وعم تحل قصصها بالنوم. شو مسخرتك هلا؟ لك ما عم بتمسخر، عم بحكي جد. لك هلا حابب نقعد، نقعد ونحكي مع بعض. منروح ومنرجع بنحكي بعدين. خلصني. إذا بدك تروحي روحي، أنا بقيان هون. أبو ميار، شو هذا اللي عم تشربني إياه؟ حاسة حالي ميتة من الجوع. هذا شيء طبيعي لأنك صار لك مدة ما أكلتي، فمن الطبيعي إنك تجوعي. بس هيك فجأة حاسة كأنه من زهوراتك. زهوراتي ما بتعمل شيء، بالعكس بتنشط القلب والصدر وبتفيق المعدة كمان. أي ما حضر لقمة. لا تتعبي حالك، كل شيء جاهز ومجهز بالمطبخ، أنت بس جيبي الأكل. وعم تقلي زهوراتك ما دخلها؟ مرحبا. أهلين هالة، قعدي لبين ما أجيب الأكل. كيفك هالة؟ منيحة. شبك هالة؟ مالك على بعضك؟ ما في شي بيبقى مثل ما هو. يسلم والدين ديحتك. يلا هالة قربي كلي لقمة. أنا مالي جوعانة، ما قلي نفس على شي. إذا كان رح أسوي لك كاسة زهورات ما بتنسي طعمتها، وإذا مالك مصدقتيني اسألي سلمى. نيالك يا عمتو، صبرتي ونلتي. عقبال عندك. وينو ياسر؟ ليش ما أجا معك؟ آخ يا عمتو، كل عمري أقوى منه، هلا حسته أقوى مني بكتير. تفضلي. يسلموا أبو ميار. الله يسلمك.
بس شو بدك تشربيها دفعة واحدة؟ عن جد؟ شو عم تلبس؟ لوين رايح؟ عالشغل. ليش عم تسألي؟ عالشغل؟ إن شاء الله رح تضل عن بيت الخليل. إيه نعم، إن شاء الله ما يكون عندك مانع. يا أبو غسان، أنت بالأصل كنت ناوي تترك الشغل، ما هيك وعدتني؟ طيب ماهر وأبوه ماتوا الله يرحمهم، عند مين بدك تشتغل إذا الأرض ما معروفة لمين؟ إذا لبيت سامح ولا لبيت هاشم؟ يعني مين بده يعطيك إجرتك؟ كيف بدنا نعيش؟ يا بنت الحلال، المعيش ربك، منعيش مثل ما الناس عايشة. أنا بدي ضل حتى ينتهي الموسم. لمين بتروح الأرض ما بيهمني، اللي بيهمني إن الموسم ما ينضرب. خاطرك. معلش اقعد. بابا حسيتك متغير كتير، لا عم تاكل منيح ولا عم تحكي منيح، حتى الحكي القليل اللي كنت تحكيه بالبيت قل اكتر واكتر. طعم الخبز تغير. بابا شو اللي صار؟ أنا بعرفك أقوى من هيك بكتير. بابا أنا وعيت على الدنيا وما عرفت إنه سامح كان صديقة، وهلا كبرت ووعيت وعرفت إنه سامح كان أعز أصدقائك، بس أنت تركته لأنه تصرفاته ما كانت عجبتك. بابا الله يخليك، ليش الحزن؟ حزين على هالدنيا واللي قاعد يصير فيها. ببكي على حالنا يابا. سامح خلص مات وارتاح، لكن احنا ايش؟ البكا قليل والصراخ قليل، احنا ايش؟ ولا اشي، ولا اشي. قديش قادرين نعيش؟ قديش قادرين نحس؟ يا ترى بنحس؟ قديش في قيمة لوجودنا؟ يعني ايش نفعنا يا با؟ يا ترى قادرين نساعد اللي حوالينا؟ أصدقائنا، ناسنا، أهلنا، حتى عيلتنا يابا، مرتي وولادي. بابا لا تحكي هيك، أنت كيف؟ أنا إيش؟ ولك يابا أنا مش قادر أساعد حتى حالي، معناته أنا إيش؟ بابا أنت كل شيء، ونحن من غيرك ولا إحنا كلنا ولا إشي، ولا إشي. هذا الرجال اللي مات، مات لأنه وحيد، ما لقاش حدا يوقف جنبه، إيد تلمس كتفه. كنا عاملين مواقف والرجال نضف وتغير، لكن إحنا اللي ما قدرناش نتغير، ما قدرناش نفهم. كان ممكن كل اللي صار ما يصيرش لو كنا قادرين نفهم على بعض. يعني كان ضروري يموت ويموت ابنه مشان نفهم. سامح هو اللي قتل الماهر. أنا بعرف هو اللي قتله.
تأخرت كتير لبين نفهم. احنا هون نفهم اشي ومنقدرش نفهم، لأن ولا اشي ولا اشي ولا اشي